السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين مطبخ نونة، معاكم نونة الحجير. لو أول مرة تحضروا فيديو معايا في القناة ياريت تكرموني بالاشتراك مع تفعيل الجرس، ولو الفيديو عجبكم ياريت ما تنسونيش باللايكات. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم الخشاف على طريقتي، وهو منقوع في عصير قمر الدين، ميكس من الفواكه المجففة. ده شكله النهائي بعد ما خلصته. نبدأ مع بعض نشوف طريقته، سهل وبسيط جدا، وتقدري تقدميه كضيافة كمان لضيوفك حتى لو بعد الفطار. نبدأ بسم الله طريقة تحضيره مع بعض. بسم الله نبدأ مع بعض. المقادير بتاعة الخشاف بتاعي بسيطة جدا، والمتوفر عندك اشتغلي بيه. انا بس حبيت ان انا اشارككم معايا طريقتي ان شاء الله، لان الاضافة لي اللي هو هيبقى طعم قمر الدين. فانا معايا هنا شريحتين من قمر الدين، ومعايا بلح مغسول ومقطوع نصين كده، البلحة اسماها ومخرجة منها طبعا خالية النول بتاعه. ومعايا هنا تين مجفف، ومعايا مشمش مجفف، ومعايا قراصية خالية برضو النوى بتاعها، اوكي، ومعايا زبيب. تمام، هنبدأ بسم الله. معايا الدرق بتاعي، حاطة فيه شوية مية اهو مهدرام اللي هنقع فيه. هنبدأ بسم الله. اول حاجة هقطع شرايح قمر الدين، قطعي بسكينة، قطعي بمقص، اسهل حاجة عندك تقدري تتعاملي بيها تعملي بيها اهو بالطريقة دي. تمام، علشان انقعه هو بياخد وقت، فتعملي الموضوع ده قبل الفطار بأربع ساعات على الأقل. تمام كده، طبعا لو عندك مقص هيبقى اسهل. للاسف المقص بتاعي اتكسر اهو. طبعا لما بتقطعي شرايح رفيعه كده بتساعد في البل ان هو يدوب في سرعه. اوكي، جالي سؤال من متابعه، هي من دوله عربيه بس معرفش هي منين. قالت لي على الفيديو بتاع المشتريات بتاعه اليميش، اسعار يميش رمضان، قالت لي ايه هو قمر الدين. قمر الدين ده عباره عن مشمش بيتجاب، بيتغسل، بيتسلق، وبيتعمل عصير خليط مع مكسبات طعم، مع مكسبات الوان، وطبعا له طبخه معينه، وبيطلع بالمنظر ده. هو ده قمر الدين، يعني قمر الدين اساسه مشمش، هو ده. يا رب تكون هي متابعيني وتشوف الفيديو معايا. هو ده قمر الدين، اوكي، عباره عن مشمش اساسا. تمام، بس هو بيتطبخ بطريقه معينه، وطبعا ده بيدخل له نيشه ومواد حافظه عشان يطلع لنا بالطريقه دي وبالشكل ده، بس طعمه خرافة للي بيحب المشمش. طعم قمر الدين جميل جدا. تمام، اهو ادي قمر الدين اتقطع. انا اول حاجة هحطها قمر الدين، هضيفه في الدرق بتاعي. بسم الله. طبعا قمر الدين بياخد وقت على ما يدوب، عايزه تستعملي ميه دافيه استعملي ميه دافيه اهو. اوكي، ونقطع باقي الفواكه بتاعتي. القراصنه هحطها بحالها، بس انا اهم حاجه خليها من النوى بتاعها، البذر بتاعها. اوكي، القراصنه هحطها بحالها. التين هقطعه صغير، لان
الفواكه المجففة دي لما بتقعد وقت في المية في البلل بتنفش بتكبر، فانت قطعيها صغيرة. يعني انا ممكن ما اخدش كل التين ده، انا اساسا مش هعمل خشاف كتير، على حسب عدد الافراد اللي عاوزين خشاف، تمام، علشان ما تهضريش وترمي. اوكي، ادي كده كفاية، وادي المشمشية اللي هو المشمش ده، مشمش مجفف، تمام، اللي هو المشمش اساسه الفاكهة المشمش. اوكي، احنا اوقات بنقول عليه مشمشية يعني بالطريقة دي. قطع صغير لان هو لما بتحط في المية بتنقع بينفش بيكبر. هكتفي برضو بالشوية دول لان انا مش هعمل كتير، انا هعمل طبقين فقط لغير. الجمهور عندي مش كله بيحب الخشب، الجمهور عندي مقسوم نصين، بيحب البلح فقط، يحب البلح منقوع مبلول، تمام، مع زبيب وجوز هند، اوكي، بس وفي جمهور بيحب الخشاف، فانا هرضي جميع الاطراف. خلاص كده هكتفي بالشويه دول برضو. حاولي ما تهضريش علشان الحاجه ساعه الفطار اساسا محدش بياكل كتير، فالحاجه ما تترماش خسارة. وادي شويه زبيب، وكمان بحب في الاخر بحط زبيب على الوش، وجوز الهند بحطها على الوش علشان ما بحطهاش كتير تتبل، واللي يجي ياكل بعد كده بتشرق في الزور اللي بياكل. انا مش هحط سكر. اوكي، هو ده اليمش، تمام، اهو الميه دوبك مغطياه مش ميه كتير، وباذن الله الامر الدين لما يدوب ما يتبل ويدوب بياخد وقته، هيدي طعم كانه بالظبط معمول في عصير قمر الدين، تمام، اهو انا مش هحط سكر لان البلح فيه سكر والمشمش والتين طبعا سكره عالي، فهنكتفي بالسكر اللي هو موجود في الفاكهه. هنبله 4 ساعات ونرجع تاني مع بعض نشوف. اوكي، انتظروني. ورجعت لكم بعد ما خلص خلاص الخشاف بتاعي وقدمته في اطباق التقديم، اهو مر عليه 4 ساعات من النق. طبعا المية دي او العصير ده هو عصير قمر الدين، الشريحة اللي انا نقعتها في الاول، عمل ميكس من الطعم طبعا مع الفواكه اللي هي بتاعت الخشاف، القراصية والمشمش والتين والزبيب، كله مع بعض عمل ميكس رهيب طبعا، والبلح اساسي. يا رب النهاردة الوصفة بتاعتي تكون فعلا مفيدة ليكم، وجربوها وبإذن الله هتعجبكم. الخشاف على طريقتي اهو، طبعا طعمه وشكله كمان كضيافة، ممكن تقدميه كضيافة عندك لضيوفك في أي وقت حتى لو بعد الفطار، أكيد شيك جدا وطعمه كمان جميل قوي. يا رب النهاردة الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك للفيديو، مهم جدا يا جماعة عشان الفيديو يترفع وأكتر حد يقدر يشوفه، واللي أول مرة شرفني في القناة يكرمني بالاشتراك مع تفعيل الجرس. وصحتين وهنا على قلوبكم يا رب. كانت معاكم نونا الحجير، وكل سنة وانتم طيبين.